ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده الصالحين، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. والحديث في الصحيحين معروف، وهو محنة نمتحن فيها جميعا، المتكلم والسامع، في كل يوم مرات ومرات وعلى مدار العمر. والله الموعد يسأل ويثيب، فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. يدنو الرب سبحانه وتعالى من عبده فيقرره، أي فلو، يعني يا فلان ألم أعطك، ألم أحبك، ألم أصح جسمك، ألم أزرك ترأس وتربع. لابد أن نتصور مثل هذا الموطن، ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر عن يمينه فلا يرى إلا النار، وينظر عن شماله فلا يرى إلا النار، صلى الله السلام وطالع فيه. قال: فاتقوا النار ولو بشق تمر. ما استطعت أن تتقي النار فافعل. وهذه المحنة تعظم في بدايات المشاريع، ومشروع كهذا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تتقاصر دونه أعناق الرجال، ولكن تجشمنا ما لسنا له بأهل، وبقينا شهورا وسنوات نفر من هذا الأمر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وشأن النبي صلى الله عليه وسلم عظيم، أعظم من أن يتعرض له أحد، فما بالك بنكرات لا تعرف ومجاهيل لا تتعرف. سئل حسان رضي الله عنه: لما لم ترثي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ حسان شاعر مفلق، فقال: ما أردت أن أقول شيئا إلا وجدته فوق ذلك بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. يعني ما كان يعجبه ما يقول مع تميزه في بابه، وإن كان قال على كل حال كما هو معروف. كنا شرعنا في ذكر بعض المقدمات، وكنت هممت بتكملة هذه المقدمات اليوم قبل أن يأتي الكتاب الذي اتفقنا عليه حتى يكون بين أيديكم. ثم بلغني أن بعض المقدمات يستصعبها بعض الناس، ولما كان هذا درسا الأصل فيه أنه عام تراعى فيه يعني مصالح من لم يتيسر له حضور المعهد العلمي، فأضربت قبل قليل عن هذا، وأسرعت في اختيار الكتاب وكنت مترددا. والكتاب الذي سنسير فيه إن شاء الله تعالى هو كتاب مختصر سيرة
الرسول صلى الله عليه وسلم لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، وقد وجدته ينبض بالروح كعادة مصنفات المؤلف رحمه الله تعالى، ووجدته فيما أحسب وأظن أمثل لأن يقرأ منه يعني بين أيديكم، لأن الكتب الأخرى مع جلالتها التي كنا طرحناها قد لا تناسب يعني هذا الشرط، وقد يكون فيها نوع استطراد أو نوع عدم ترتيب لأحداث السيرة، وهذا من المهم أن نتعلمه. ومن ثم فلعل الكتاب على مدار الأسبوع إن شاء الله يكون حاضرا ويتيسر يعني لكم أخذه، إما اشتريته من الخارج أو يوفره الإخوة إن شاء الله، ونبدأ فيه من المرة القادمة. ونكتفي هذه المرة يعني ذكر بعض ما يتعلق بالجواب عن السؤال العام: لماذا ندرس السيرة؟ لماذا هذا الدرس؟ ثم نعرج فيما بقي من وقت على التعريف بالكتاب ومصنفه، لما جرت عادة أهل العلم بذلك في بدايات الكتب. أما لماذا ندرس السيرة؟ فهو سؤال كبير وعظيم وجليل وخطير، وقد يتصور بعض من لم يوفق أن دراسة السيرة نوع من الترف الفكري أو نوع من الاستمتاع العاطفي أو نوع من تقضية الوقت في عجائب الأخبار وملح المعاني وطرف الأحداث ونحو ذلك، وهذا يعني نظرة غير جاد. فمثل هذا تطلبه في يعني ما صنفه المصنفون في عجائب الأخبار ونحو ذلك، لكن سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم هي منهج حياة. سيرة النبي صلى الله عليه وسلم هي اختصار الطريق إلى جنة الرحمن سبحانه وتعالى، هي منهج نجاة من النار التي أعدت للكافرين، هي منهج إصلاح لكل من أراد أن يسوس الدنيا بالدين. سيرة النبي صلى الله عليه وسلم هو النموذج الذي اختاره الله سبحانه وتعالى للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وليس العجب أن يبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمثالنا من المسلمين، لكن العجب أنه رحمة للعالمين، لم يكن مبعوثا لأهل مكة ولا مبعوثا لقريش ولا مبعوثا للعرب ولا مبعوثا لأهل الجزيرة ولا مبعوثا لقارة آسيا ولا مبعوثا لقوم دون قوم، وإنما طبقت دعوته صلى الله عليه وسلم الدنيا، كما قال: بأبي وأمي ما يسمع بي، والذي نفسي بيده ما يسمع بي يهودي ولا نصراني، ما يسمع بي يعني من هذه الأمة أحد، ولا يهودي ولا نصراني، ثم لم يؤمن بي إلا دخل النار. فعموم دعوته بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم هو عنوان هذه الرسالة منذ بعثته الأولى، منذ بعث في مكة وكان يحارى ويضيق عليه، وكان المؤمنون به يعدون على أصابع اليد الواحدة، وقد أنزل الله سبحانه وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، يحتاج إليه الكافرون كما يحتاج إليه المسلمون. أما المسلمون فيتعرفون به طريقهم الذي قطه الله عز وجل لهم، وأما الكافرون فيصححون به طريقهم الذي لو لم يصححوه لهلكوا وأهلكوا. ومن ثم فإن من أعظم أهداف دراسة السيرة الترفع عن بدائية التفكير. الناس يعني لا يعرفون البدائية إلا في العيش، ترى في كتب التاريخ وكتب الأخبار ونحو ذلك من يتتبع مواطن من العالم في أقصاه أو أقصاه
ما زال الناس فيها يعيشون حياة بدائية. كيف يحكمون على هذه الحياة البدائية؟ يقولون يعني أشبه ما يقولون بالحيوانات، أصواتهم غير مفهومة ولغتهم غير معلومة وطبائعهم يعني عجيبة، وربما يعني يستترون بأوراق الأشجار، وربما يعيشون مع الوحوش ونحو ذلك. يستدل أصحاب يعني المناهج الفاسدة في كتابة التاريخ أن هؤلاء من بقايا الإنسان الأول، ويتصورون أن الإنسان الأول كان هكذا ثم حدث له تطور إلى أن وصل إلى هذه المدنية والحضارة. وهذه لوثة للمنهج المادي لكتابة التاريخ الذي يتأثر بالنظرية الداروينية التي تلح على أن الإنسان كان أصله حيوانا، وهذا في الحقيقة خلاف يعني الحق الذي بعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي دلت عليه الفطر السليمة والشرائع المستقيمة والأخبار المتواترة. فنحن نعلم مما أنزل الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى اختار آدم أبا البشر وكأصل هذا النوع الإنساني، وأباح له هذه الأرض وكلفه بعمارة الدنيا، وأهبطه يوم أهبطه متكلما متزينا بلباسه على النحو الذي نعهده من أنفسنا الآن. وعلم آدم الأسماء كلها، ويا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم. فالإنسان الأول نزل إلى الأرض هو يتكلم ويعبر ويلبس ويتزين، وهو على نفس الرقي الذي يعني يليق بتكريم الإنسان. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فليس كما يزعم هؤلاء أن الإنسان يعني كان بدائيا ثم تطور. لكننا نقف وقفة نتعجب فيها لا من هذه الفرية المزعومة، وإنما نقول كيف لا يفطن هؤلاء إلى نوع من البدائية هو أعجب من هذه البدائية التي يتبجحون بها لو صحت، وهو يعني بدائية التفكير. إن كثيرا من الناس من أهل المدنية والحضارات المزعومة ما زال عندهم من بدائية التفكير، وإلا فما يعني قولك في من لا يزال إلى الآن من الدول التي صار عندها سلاح نووي وهي ما زالت تقدس الأبقار فتتمسح بروث الأبقار وتدهن ببول الأبقار، ولو مرت بقرة يعني على الطريق فيقف لها كل الناس وتتعطل لها حركة المرور، لا يجرؤ صاحب سيارة أن يتحرك ولا يعني مترجل أن يهتز إلى أن يمر هذا الإله المعبود. فأيهما أركس، هذه البدائية في التفكير أو البدائية لو كانت هناك بدائية يعني في العيش؟ يتعجبون أن يكون رجل يعيش في كهف في كوخ في أصل جبل، يأكل يعني ما يجده من الأشجار حوله، ويلبس ما تيسر له من يعني ريش أو صوف أو يعني جلد الحيوانات ونحو ذلك، ولا يتعجبون من هذه البدائية في التفكير التي تجعل الإنسان يعني في هذا العصر ولا يزال يعبد آلهة التناسل، لأنهم يظنون أن يعني أعضاء التناسل لما أنجبت الإنسان فلا شك أنها عظيمة جدا، فيعبد بعضهم ذكر الرجل ويعبد بعضهم فرج المرأة. يتعجبون من بدائية إنسان ليس عنده بعض صور الحضارة والتمدن، ولا يتعجبون من أمم كاملة ما زالت آثارها إلى اليوم تعطي يعني الحاكم أو الأسرة الحاكمة أو نحو ذلك نفسا من روح الإله
ونحو ذلك مما هو معلوم في القديم وفي الحديث أيضا. ولا يتعجبون ممن يعني يكون له الصنم من العجوة فإذا جاع أكله، أو ممن يغسل بول الثعالب عن يعني إلهه كل يوم يتركه في المساء فيعود إليه في الصباح فيجد الكلاب قد بالت عليه فيأخذ إلهه وسيده ومولاه وينظفه وينشفه ويغطيه. هذه البدائية في التفكير، من يدرس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ويعرف شرف التوحيد الذي بعث به صلى الله عليه وسلم يعرف أهمية دراسة يعني سيرة النبي صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله سبحانه وتعالى ليخرج الناس من ظلمات كثيرة، منها ظلمات هذه البدائية في الفهم والتفكير إلى أنوار الاستعلاء والشرف والانتساب إلى ما يشرف الإنسان بالانتساب إليه من الإله الواحد سبحانه وتعالى. ومن ثم نحن ندرس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم للوقوف على ثمرات منهج النبوة الذي بعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أعظم هذه الثمرات أن نتعلم أنه فرق كبير جد كبير بين الوحي الذي هو خصيصة الرسول كل رسول صلى الله عليه وعلى نبينا، وبين المعاني الأخرى التي لا يرتقي إليها أصحاب بدائية التفكير. فكثير من الناس إذا تكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم من المستشرقين أو يعني من لف لفهم يتكلمون عليه باعتباره عبقريا أو باعتباره بطلا أو باعتباره قائدا أو باعتباره مصلحا، والحقيقة أن هذا الكلام لا يتمشى أبدا مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه إهانة بالغة. إن أردتم عبقريا فخذوا عمر رضي الله عنه، وإن أردتم يعني قائدا فخذوا خالدا، وإن أردتم بطلا فخذوا عليا، وإن أردتم مصلحا فخذوا يعني ابن عبد الوهاب ومثال هؤلاء. أما أين هؤلاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعثه الله عز وجل بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله؟ إن كل عبقري له باب عبقرية، وكل بطل له موطن بطولة، وكل مصلح له جهة إصلاح. أما أن تجتمع كل عوامل التربية وكل عوامل النجاح وكل عوامل الإصلاح في يعني وقت وجيز من الزمن، ويتغير وجه الدنيا بجيل لم تكتحل عين الزمان بمثله، هذا لا يقدر عليه عبقري ولا يستطيعه بطل ولا يتسنى لمصلح ولو بقي قرونا وقرونا، لكنها النبوة. وقد فطن لهذا يعني العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان حديث عهد بإسلام لما يعني قال له النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: قف بأبي سفيان يعني في مكان يمر عليه كتائب المهاجرين والأنصار. وأبو سفيان يومئذ كان حديث عهد وكان بالأمس رأس الكفر، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني يريد أن يعني يثبت أبو سفيان وأن لا يكون هناك يعني محاولة لصد جحافل الكتائب الإسلامية التي جاءت لفتح مكة. ومن عوامل ذلك هذه السياسة الشرعية، فإنه إذا رأى هذه الكتائب المختلفة عرف أنه لا طاقة لمكة بحرب النبي صلى الله عليه وسلم، فيتم دخول مكة وفتحها بلا يعني إشكال. فلما وقف يعني أبو سفيان ومعه العباس جعل الكتيبة تلو الكتيبة، فقل: من هؤلاء؟ من هؤلاء؟ من هؤلاء؟ حتى دهش وشده، فقال له: لقد أمر أمر يعني ابن أبي كبشة، أو لقد صار ملك ابن أخيك عظيما. يعني يقول للعباس يعني هذا ملك عظيم، فقال له العباس: إنها النبوة. فقال أبو سفيان: نعم إنها النبوة. إذن
هذا لا يستطيعه عبقري. العبقرية التي نسبها النبي صلى الله عليه وسلم لعمر، فلم أرى عبقريا يفري فرية. الرجل العبقري هو الرجل الذي يحسن فهم الأمور على يعني أحسن الرأي وأحسن التدبير، وأعلى منه الملهم الذي يعني يأتيه الإلهام لكن في غير نبوة. فعمر بلغ الغاية من هذا، ومع هذا لم يستطع أن يصل. النبوة يعني شيء يزيد على مجرد العبقرية ومجرد الإلهام. ولهذا مهما بلغ الإنسان أن يكون عبقريا أو أن يكون ملهما، فإنه لا بد أن تفوته أشياء لغياب الوحي. كان عمر يرى أن يقتل عبد الله بن أبي، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، على خلاف رأي عمر. فما زال قوم عبد الله بن أبي كلما يعني أخطأ خطأ هم الذين يلومونه، وهم الذين يعني يصدونه، وهم الذين يردونه، حتى يعني وصل الأمر إلى أن طلب ولده من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتل أباه ابن أبي لأنه آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم صاحب النبوة لعمر صاحب العبقرية: كيف ترى يا عمر؟ أرأيت لو قتلته يوم قلت لي أقتله؟ أرأيت لو قتلته يوم قلت لي أقتله؟ إنه الآن لرغمت له أنوف، يعني لا جاء معه يعني أقوام، لرغمت له أنوف، لو أمرتها الآن بقتله لقتلته. انظر الفرق الشاسع بين الإلهام والعبقرية في التفكير والتدبير، وبين النبوة التي هي مقام خاص لا يستطيعه بشر من البشر. إن يعني منهج النبوة شيء، ونحن ندرس السيرة لابد أن نقف على هذا، والعبقريات وأدوات الإصلاح والبطولات ونحو ذلك شيء آخر. فنحن نقف على منهج النبوة الذي فيه يعني عصمة من الله عز وجل لنبيه، ويعني هداية وتسديد، وهذا شأن الله سبحانه وتعالى. ومن أعظم هذه الثمرات التي نقف عليها من ثمرات منهج النبوة التي من الله بها على العالم ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. هذا مقام يعني عالٍ. من أعظم هذه الثمرات التي غيرت وجه الدنيا التوحيد، الذي هو النعمة الربانية العظيمة التي من الله عز وجل بها على الدنيا ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم في زمان كادت الدنيا أن يعني تتلاشى وأن تمحي، وكاد العالم أن ينتحر انتحارا جماعيا على نحو صوره رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في صحيح مسلم: إن الله اطلع على قلوب العباد فمقتهم جميعا عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. مقت الله أهل الدنيا، أحلك يعني مراحل العالم كانت في هذا القرن السادس الميلادي الذي بعث في النصف الثاني منه رسول الله بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. لم يكن التوحيد مجرد يعني كلمة يقولها الإنسان، أو مجرد ذوق شخصي، أو رؤية يرتئيها، أو خيار يختاره
وإنما بعث النبي صلى الله عليه وسلم بمنهج التوحيد كمنهج كامل شامل للحياة كلها، صبغ الدنيا بهذا المنهج سياسة واقتصادا واجتماعا وتربية وحربا وحتى في مجالات يعني العلاقات الداخلية والخارجية ونحو ذلك، على نحو استحيت الوثنيات من نفسها. أثر التوحيد تأثيرا إجباريا حتى عند الأمم التي لم تختر التوحيد فإنها تستحي من الوثنيات. إنك لو أوقفت نصرانيا وحدثته عن خرافة الثالوث وقلت له لا إله إلا الله فإنه سيقر معك أنه لا إله إلا الله، لأن ضغط التوحيد لا يقاوم، وإن كان يعني يحيد إلى أنواع من الشرك لكنه لا يستطيع أن ينكر مبدأ التوحيد وقضية التوحيد. هذه القضية أثرت حتى في الوثنيات وجعلتها تتقاصر أمام يعني هذا المعنى الفطري الذي لا يملك أحد أن يعني ينازع فيه. من المعاني التي يعني هي من أعظم ثمرات النبوة التي جاد بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ببركة ما أعطاه الله من الوحي على الدنيا كلها، معنى الوحدة الإنسانية والمساواة البشرية. فقد بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمان الناس فيه يعني طبقات، العرب غير العجم، كل من ليس عربيا فهو عجمي يعني على سبيل الاحتقار، وقريش من العرب غير بقية العرب، حتى أنهم في الحجيج لا يقفون بعرفة، لا يخرجون إلى لا يخرجون من الحرم. ولك أن تتصور ما عند الهنود من طبقات يعني أربع من البراهمة إلى المنبوذين، ولك أن تتصور ما عند الفرس من اعتقاد أن يعني إلههم فيه نفس، أن ملكهم فيه نفس إلهي، وما عند الصينيين من أن يعني الإمبراطور هو ابن السماء، وما عند غيرهم. كل هذه الطبقات ويعني العبوديات التي كان الناس ينتسبون إليها عربا وعجما، بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنداء الذي يعني قضى عليها فشرف الإنسان. قال يوم حجة الوداع: أيها الناس كلكم لآدم، وآدم من تراب، ألا لا فضل لعربي على عجمي ولا لأسود على أبيض إلا بالتقوى. فانتظم هلال، فانتظم بلال الحبشي مع عمار العربي، مع صهيب الرومي، مع يعني غيرهم من أشتات الألوان ونزاع القبائل والأصول المختلفة في منهج واحد ينتسب إلى يعني هذا الدين العظيم. وصار الناس يعني أبعد ما يكونون عن هذه الطبقية الجائرة، مما بعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه يعني أعظم منة على هذه الدنيا إعلان كرامة الإنسان. فالإنسان مخلوق مكرم كما أخبر الله تعالى: ولقد كرمنا بني آدم، فهو أكرم من أن ينزل عن مستوى الحيوانات. هناك حيوانات مقدسة وهناك أشجار مقدسة، وهناك امتهان لكرامة الإنسان حين يعبد صنما أو يعبد حيوانا أو يقدم على يعني يقدم عليه غيره. ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم ظهرت كرامة هذا الإنسان، وظهر أن الله سبحانه وتعالى خلق له: خلق لكم ما في الأرض جميعا. فظهر يعني منزلة هذا الكائن الذي خلقه الله عز وجل لعمارة هذه الدنيا. مما بعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه يعني من أعظم ثمرات منهج النبوة، أنه بعث بالأمل والرجاء بعد أن كانت الدنيا ممتلئة يعني اليأس والقنوط، وكان هذا خطا أصيلا في الديانات كلها التي كانت يعني في هذه
الأيام، فعند الهنود عقيدة التناسخ، يعني الإنسان لابد يوما ما سيصبح قردا بعد أن يموت، أو يعني ينسخ إلى يعني فأر أو إلى صرصور أو نحو ذلك، فما الحيلة وما المخرج؟ عند النصارى يعني يعيش الإنسان حياته وهو يعلم أنه يعني ابن الخطيئة، وأنه يعني مؤاخذ بخطيئة يعني أبيه، وأنه لا مخرج أبيه الأول، وأنه لا مخرج له من ذلك. فالنفوس فيها نوع من الدونية ونوع من النزول ونوع من اليأس والقنوط. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع الناس رؤوسهم، وأخبرهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن كل مولود يولد على الفطرة نقيا نظيفا سليما، وأن الإنسان أصله كما أخبر الله سبحانه وتعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. وهب أن الإنسان لأن من طبعه الخطأ والنسيان أخطأ، فالله سبحانه وتعالى يقول يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وتتوالى النصوص والآيات حتى في خطاب الكافرين، قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوب يعرض لهم بالتوبة، حتى الذين عاندوا الله تعالى في الربوبية والألوهية وقالوا المسيح ابن الله وقالوا عزير ابن الله، يقول الله تعالى لهم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه. ومن ثم فلا مجال لليأس ولا مجال للقنوط، الطريق إلى الله سبحانه وتعالى يعني واضح لاحب، يستطيع كل إنسان أن يسلكه في أمن وطمأنينة، وسواء كان من أصحاب الدرجات أو هبط لحظة في بعض الدركات فإن الله سبحانه وتعالى يدركه بالتوبة. وانظر إلى جمع يعني أو إلى عطف هذين النوعين، كما قال الله تعالى لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم، يعطف عليها في الآية التي بعدها وعلى الثلاثة الذين خلفوا. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار وتاب على الثلاثة الذين خلفوا، مما يدلك على أن الأمل يعني مفتوح، وأنه لا أحد يحول بين العبد وبين توبة الله سبحانه وتعالى. من أعظم كرامة وثمرة من ثمرات النبوة التي امتن الله عز وجل بها على الدنيا ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم تظهر معنا في دراسة السيرة، هذا التوازن العظيم بين الدين والدنيا، ويعني إلغاء الخصومة التي زعمتها الأديان الباطلة بين الدين والدنيا. فقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم والناس يتصورون أن من أراد الدنيا فلا بد أن يثور على الدين، ومن أراد أن يحافظ على الدين فلا بد أن يفقد الدنيا، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بإلغاء هذه الخصومة، وأن الإنسان ينبغي أن يوازن بين الدين والدنيا، فلا رهبانية في الإسلام ولا إباحية في الإسلام، وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. فاستجاب الإنسان للفطرة فهو ابن هذه الدنيا يعمل فيها ويعمرها، وعينه على يعني ما عند الله سبحانه وتعالى، لا تعارض ولا خلاف بين هذا. فمضى الناس في طريقهم في بحبوحة من العيش وأمل ورجاء يحدوهم أن يتبعوا سعادة الدنيا بسعادة الدنيا بسعادة الآخرة، دون يعني هذا الفصام النكد بين الدين وبين الدنيا. من أهم ما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مما ندرسه في السيرة ونقف معه على ثمرات منهج النبوة، وضوح الهدف الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم. كان الناس قبل النبي صلى الله عليه وسلم لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها،
يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم، لا يعرف أحدهم من أين ولا إلى أين ولا كيف يكون المصير. ربما تقام الحروب التي تبقى عقودا من الزمن لأجل أن فرسا سبقت فرسا، أو لأجل أن رجلا لطم رجلا، أو لأجل يعني بعض هذه السفاهات والتفاهات، ويقضى في هذا شباب وشيوخ ورجال ونساء، وتضيع أموال وأشياء. هذا كله لأن الناس لا يدرون فيما يكون الأمر. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم عرف الناس لماذا خلقوا وما المراد منهم، عرفوا حقيقة الإنسان وحقيقة دوره في هذه الدنيا، وكيف يدير الصراع بين الحق والباطل وبين الكفر والإيمان، وكيف يقطع مراحل الطريق إلى الله سبحانه وتعالى، وكيف يعالج المشكلات التي يمكن أن تعرض له. كل هذا يأخذه من نموذج تطبيق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن أعظم ثمرات منهج النبوة التي تميز بها يعني هذا الدين وهذه السيرة العطرة التي بعث بها نبينا صلى الله عليه وسلم، رد الاعتبار لهذه المرأة، ذلك الكائن الذي كان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كائنا يعني مهضوما، تعقد المؤتمرات للنظر هل هو إنسان أو ليس إنسان، مؤتمرات كبيرة في حضارات يعني بائدة كانوا يعقدون المؤتمرات ولا يخرجون بشيء، يريدون أن يعلموا هل المرأة إنسان أو أنها ليست إنسان، وإذا لم تكن إنسانا فماذا تكون. هي أصل الشر الذي جلب على العالم، ولهذا تباع وتشترى وتغتصب ولا حق لها ولا قيمة لها، وإذا مات يعني رجلها يسرع أقرب الرجال إلى اغتصابها أو يعني تحييدها إلى أو تملكها إلى جانبه إلى آخر ما هو معروف عند الحضارات المختلفة التي فيها هضم وفيها ظلم وفيها يعني إهانة واستعباد لهذا الكائن الذي جعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم شريكا كاملا. فقال في إعلانه العظيم: إنما النساء شقائق الرجال. وقال الله سبحانه وتعالى: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. فالأصل هو المساواة بين يعني الرجل والمرأة في أصل يعني الخلقة وأصل التكليف وكثير من الأحكام الشرعية، هذا هو الأصل، إلا بعض الاستثناءات التي فيها تكريم للمرأة وارتفاع بها عما لا يليق بها، كأن لا تزوج نفسها وإنما يزوجها وليها حفظا لحيائها، ويعني أن يكون لها ألا يكون لها يعني حق الإمامة العظمى ونحو ذلك، لأنها يعني تتفرغ لإنجاب الأئمة العظماء والقادة والرؤساء ونحو ذلك، مما فيه عند تأمل المتأمل يعني مزيد كرامة لشأن المرأة. بعث النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، وهذا من ثمرات منهج النبوة، يعني بيان هام للمسلمين أنهم يجب أن يكونوا أوصياء على هذا العالم، إن هذا العالم المتخبط في دياجير مظلمة وفي ظلمات الجهل والوثنية وفي يعني غياهب بدائية التفكير التي أسلفنا الحديث عنها، مع تمدنه وتطوره ونهضته الصناعية والتقنية والعلمية في علوم الدنيا، إلا أنه بئيس لا يعرف يعني للروح يعني دورا. يعني أراد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من ثمرة دراسة سيرته، أن يعني يكلف المسلمين بهذه الأمانة وهذه المسؤولية، أنهم أوصياء على العالم، وهذه ليست وصية فرد عضلات ولا وصية مجرد يعني شرف بأصل أو جنس أو عرق أو نحو ذلك، وإنما هي وصاية العالم على الجاهل، وصاية البصير على الأعمى، وصاية المهتدي على الضال،
وهذه لا تخالف فيها فطرة سليمة ولا عقل مستقيم، فمن لهؤلاء الحيارة المتهوكين الذين لا يعرفون ما الدين وما التوحيد وما الطريق إلى الله سبحانه وتعالى، وكيف يعالج الإنسان يعني هذه أو هذا التعارض الذي قد يظهر عنده بين الدين والدنيا أو بين المادة والروح. يأتي المسلمون بما تعلموه من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه ومنهجه، فيبينون للناس أن هذا الأمر ممكن وأنه يكون بأصول وبضوابط وبمنهج، حينئذ يهتدي الناس ويرجعون إلى الاستجابة إلى وحي السماء، حينئذ يعني يجد أحدهم نفسه بعد أن كان تائها من نفسه يشعر بسعادة الدنيا كما يشعر بسعادة الآخرة. إن الدارس لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم يقف على كل هذه الثمرات وغيرها كثير. مما يستفاد أيضا من دراسة السيرة أنها في الحقيقة يعني على الإجمال تطبيق عملي للإسلام، تطبيق عملي للإسلام. فنحن المسلمين يعني لا نعرف الإسلام إلا من خلال سيرة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، نعرفه تطبيقا عمليا بالعلم والعمل والحال والدعوة والسلوك والأخلاق. فهذا الدين ليس كلاما نظريا وإنما منهج حياة، فيه اعتقادات وفيه عبادات وفيه معاملات وفيه أخلاقيات. الدارس لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم يعرف كيف كان بأبيه وأمه في حضره وسفره، في صحته ومرضه، في يعني حياته في بيته وخارج بيته، في بلاده ومع من هم خارج يعني البلاد، في علاقات السلم وفي علاقات الحرب، يعرف كيف يضبط نفسه ويسوسها على المنهاج الذي تركه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيتعلم اعتقاده من النبي صلى الله عليه وسلم، يحذر الشرك ويكون عنده حرص على حماية جناب التوحيد لما يسمعه. على كل حال، في دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كذلك يجد الدارس الزاد النافع للدعاء، يشحذ الهمم ويقوي العزائم. نحن نتمثل منهج النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله، نسير كما سار ونسعى كما سعى ونبني كما بنى بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، وليس مثل السيرة تجد فيه مثل هذا الزاد. أيضا يعني في دراسة السيرة دروس تربوية في الصبر على المحن والثبات على القيم، وبيان حسن عاقبة المجاهدين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وفيها كذلك بيان عوامل النصر وعوامل الهزيمة من خلال تحليل غزوات النبي صلى الله عليه وسلم وأيامه مع أصحابه. كذلك في دراسة السيرة معرفة مؤهلات الصحابة رضي الله عنهم التي أهلتهم لاختيار الله عز وجل لهم ولقيادة البشرية ولشرف يعني صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، ودراسة جيل الدعوة الأول وجيل النصر المنشود فديناهم بآبائنا وأمهاتنا. كذلك من يعني فوائد دراسة السيرة الوقوف على السياسة الشرعية للنبي صلى الله عليه وسلم وبيانه للأحكام يعني الدينية والقضايا السياسية والحربية والمواقف التربوية وغير ذلك. هذا كله يعني إجمالا مما يعني يأتي تفصيله. وبالإجمال السيرة منهج متكامل لحياة الفرد ولحياة المجتمع في ضوء وحي السماء، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. هذا يعني أو هذه جولة سريعة فيما ينبغي أن نستحضره ونحن يعني على أعتاب دراسة كتاب من كتب سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد استخرنا في هذا الكتاب مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، كتاب اختصره شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب
من سيرة ابن هشام المشهورة المعروفة، لكنه يتميز بما تميز به الشيخ من يعني الروح التي فيها يعني تقديم الدعوة، روح تنبض بالدعوة. هكذا كان شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، حتى أنه ما كان يصنف للتصنيف، ولا ترى له تصنيفا إلا في باب هو يظن أن الناس يريدونه، وإذا صنفه فإنه يضع فيه المعاني التي يحتاجها الناس فيما يعني قرأ حاضر زمانه الذي كان يعيشه. أسأل الله تعالى أن يكون هذا يعني من التوفيق اختيار مثل هذا الكتاب، وأن يتمه علينا، وأن يجعله حجة لنا يوم نلقاه لا حجة علينا. ويعني كعادة أهل العلم في بدايات الكتب، وهذه سنة جارية، تعطى يعني ترجمة ولو يسيرة للمصنف، فنحن نذكر شيئا من هذا بحيث ندخل في الكتاب مباشرة الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. الشيخ محمد بن عبد الوهاب يعني ابن سليمان بن علي بن أحمد بن راشد التميمي، ولد في أوائل القرن الثاني عشر سنة يعني 1500 لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم في بلدة العيينة شمال الرياض، العاصمة السعودية الآن. فهو عربي خالص العروبة، ينتهي نسبه إلى يعني قبيلة تميم التي يقول شاعرهم الفرزدق: ترى الناس ما سرنا يسيرون خلفنا، وإن نحن أومأنا إلى الناس وقفوا. وهذه تميم يعني كبرى قبائل مضر. والده وجده يعني كان من أهل العلم، أبوه عبد الوهاب بن سليمان كان عالما يعني كاملا ورعا زاهدا، له معرفة بعلوم الشريعة، وقد تولى القضاء في يعني عدة أماكن، وكان فيه سمت العلماء من التواضع وحسن الخلق، وكان يدرس الفقه والحديث والتفسير، وله مؤلفات ورسائل مستحسنة، ولا شك أنه من أول الشيوخ الذين تلقى عليهم هذا يعني النجيب المبارك. كذلك كان جده سليمان بن علي فقيه نجد في زمانه، وكان متبحرا في علوم الحنابلة، وكانت تشد له الرحال في يعني الطلب، وله أيضا مصنفات عديدة، وقد درس وصنف وأفاد ونفع الله به. فهذا يدلك على التكوين الأدبي لشخصية المصنف، هذا شأن أبيه وهذا يعني شأن جده. كان الشيخ محمد بن عبد الوهاب يعني قد ظهر له من النبوغ المبكر، وهذا يعني من حسن تقدير الله عز وجل له، حفظ القرآن قبل العاشرة، وكان حاد الذهن سريع الفهم سريع الكتابة أيضا، وقد بلغ الاحتلام قبل أن يتم الثانية عشرة من عمره، فزوجه أبوه ويعني أرسله إلى الحج سريعا، يعني في الثانية عشرة حفظ القرآن في العاشرة، وفي الثانية عشرة بلغ فتزوج، ويعني قدمه أبوه لإمامة الصلاة وزوجه، وحج حجة الفريضة، وهو ابن يعني 12 عاما. وأنت ترى في زماننا صاحب يعني 18 ما زال يعني ربما تقول له أمه إذا خرجت وقال لك بعض الناس تعالى أذهب بك إلى بيتك، فلا تمشي وراءه ولا تأكل من الباعة المتجولين، واشرب اللبن قبل أن تنام، ويعني نحو ذلك من المعاني التي تريك التفاوت بين يعني الناس. هذا يعني غلام في 12 صار إماما، وقد حج وتزوج وانتهى من القرآن، ويستقبل ما هيئ له. قد هيئوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. ما الذي استقبله؟ بدأ يدرس على أبيه ويعني يأخذ ما عنده، ثم بدأ يرحل، فرحل إلى مكة وإلى المدينة وإلى البصرة وإلى الزبير وإلى الإحساء،
ولم يتجاوز يعني في رحلته الجزيرة العربية، وكان يريد أن يرحل إلى الشام وغيرها، لكن في هذه الأيام كانت الظروف صعبة، تعرض له بعض يعني السراق في موسم الحج وأخذوا ماله، فرجع يعني إلى بلاده، ولعل هذا الرجوع كان بركة إذ انكب على كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، وتضلع من علومهما وعرف يعني كيف يكون المنهج الحق والمنهج الصافي في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. من أشهر مشايخه والده كما قلنا، والشيخ محمد حياة السندي الذي درس عليه في المدينة، ويعني غيرهم كثيرون. ولا شك أنه يجب الإشارة هنا إلى الحياة السياسية في نجد وانتشار الفوضى فيها، ويعني كثرة الانقسامات بين الإمارات على نحو ما قال القائل: وتحزبوا فرقا فكل يعني جماعة فيها أمير المؤمنين ومنبره. كان يعني كل بلدة صغيرة فيها إمارة وفيها يعني قبيلة تحكم، وكان يكون بين الناس يعني من الإحن والمحن ما هو معروف. ولم تكن الحياة الدينية أحسن حالا من الحياة السياسية، فقد عمت في هذا الزمان الخرافات والشركيات والعقائد الفاسدة التي تتنافى مع يعني أصول الدين الذي بعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى أن الشيخ ابن عبد الله في رحلته إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، كان يرى الناس يكتبون الكتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويستغيثون به، وكان ينكر هذا ويخبر شيخه: هذا هو الدين الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم؟ فيقول له الشيخ: لا والله، هذا مما لا يرضاه الله عز وجل. وجد في هذه الجزيرة في ذلك الزمان الذي كان فيه شيخ ابن عبد الوهاب يعني في الجبيلة قبر لزيد بن الخطاب يسألونه حاجاته، في الدرعية التي نشأ فيها قبر آخر لبعض الصحابة يتضرعون عندهم، في المنفوحة يعتقدون في فحل نخل عندهم يعني تؤمه العانس فتقول: يا فحل الفحول، أريد زوجا قبل الحول، يعني قبل الحول، فتتزوج. والعجيب أنها تتزوج. طيب كيف تتزوج؟ الشيطان يساعده على الزواج حتى تتصور أن هذه النخلة يعني فحل النخل هذا هو الذي زوجها، يعني في شعب غبير كان قبر الإضرار بن الأزور يأتون عنده من أنواع الشرك ما لا يغفر إلى آخر ما هو معلوم في الجزيرة. فكيف ترى في ديار مصر؟ كيف ترى في ديار الشام؟ كيف ترى في ديار العراق والمغرب؟ ثم كيف ترى في ديار العجم؟ فظن شرا ولا تسأل عن الخبر. إلى هذه يعني الانتكاسة كانت الحياة الدينية في عامة بلاد المسلمين في القرن الذي بعث فيه وفي الزمان الذي بعث فيه، أو الذي بعث ليس لا يقصد بها هنا النبوة يعني، لكن الذي عاش فيه الشيخ ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. فأسباب تخلف العالم الإسلامي كانت كثيرة، منها تصدع الأساس الذي تقوم عليه الديانة وهو التوحيد، ومنها جمود النشاط العقلي والاكتفاء بتبرير الواقع على أنه لا حيلة في دفعه حتى من بعض منتسبي العلم، ومنها غياب العلم وشيوع الجهل، ومنها غلبة البدع، وكذلك التقليد الذي يعني عم وطم، والقول بإغلاق باب الاجتهاد، وانعدام روح الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كذلك ضعف المؤسسات الدينية وغياب الدعوة إلى الجهاد وفقدان النظرة الشمولية للإسلام. هكذا بدأ العالم الإسلامي لما نشأ هذا يعني الشاب الفتى ورأى مثل هذا التدني. في ذلك الوقت كانت أوروبا يعني تقطع مراحل الطريق في بناء نهضتها الحديثة، ربما على المنهج الاستقرائي الذي تعلموه من المسلمين، وبإحداث الثورة العلمية والمساواة الإنسانية. في الوقت الذي كان الأزهر قد ترهل ويعني لا حرص عنده على النهوض بقيادة العالم الإسلامي إلى يعني ما هيئ له من قيادة الدنيا. كيف دعا الشيخ إلى الإصلاح؟ بدأ الشيخ يتأمل في أحوال المسلمين في عصره ويتلمس مواطن الداء،
فعلم أن موطن الداء هو يعني شيوع الجهل وانتشار الضلالات الاعتقادية وشيوع التقليد وغياب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فبدأ أول ما بدأ في بلدته حريملة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، أخبر الله نبيه وأنزل عشيرتك الأقربين، وهذا يعني من حسن البداية. وكان أبوه قد انتقل إليها يعني قاضيا، فجهر قومه بالتوحيد ويعني حذرهم من الشرك، فكان بعضهم يوافقه ويسكت، وأكثرهم كان يعني يجادله وربما تعرضوا له بالإساءة. وكان أبوه يعني لا يشجعه على هذا خشية عليه، ولأن الزمان لم يكن فيه يعني نفس الرايات للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولهذا لم تعظم دعوته إلا بعد أن مات أبوه. لما مات أبوه جاهر بالدعوة والإنكار وعاد إلى مسقط رأس العيينة، فتلقاه حاكمها عثمان بن معمر بالإجلال والترحيب، وكاد أن يتم معه الطريق لولا أن حاكم الإحساء حذره وأمره بقتله، فخرج من العيينة وقد كاد له يعني حاكمها، ونزل إلى الدرعية، وهناك اجتمع بمحمد بن سعود أمير الدرعية الذي يعني أشارت عليه امرأته ببركة هذا الشيخ وبركة دعوته، فنفع الله عز وجل محمد بن سعود بأن عقد مع هذا الشيخ اتفاقية على أن يحميه وأن يحمي دعوته، واقتنع بهذا وحرص يعني على نصرته، فكانت يعني ما زال إلى الآن بيت الدعوة في أبناء الشيخ وبيت يعني الحكم في أبناء محمد ابن سعود، واستقر له يعني مكان أقام فيه دعوته، وبدأت الناس تتوافد عليه من كل حدب وصوب ممن يؤمون التوحيد ويعني يحزنهم ما صار إليه الناس من مظاهر الشرك. وبدأ الشيخ تتسع دعوته ويرسل الرسائل داخل الجزيرة وخارج الجزيرة، تارة يدعو الناس إلى التوحيد، وتارة يحذره من الشرك، وتارة يجيب عن الشبهات التي يعني يتهم بها أنه جاء بدين جديد وأنه ما جاء إلا بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، يشرح حقيقة الدعوة ويعني يدعو الناس إلى تجديد الدين والعودة إلى ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد يحتاج إلى تصنيف بعض الرسائل أو المصنفات، لا للتصنيف وإنما لعلاج يعني هذه الحاجة. اجتمع عليه خصوم الدعوة من أنصار يعني التقليد الذين لا يريدون أن يرجع الناس إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فعملوا على محاربته والكيد له، وكم أرادوا قتله، وكم استعدوا عليه الحكام والأمراء، فلم يجد بدا من الاستعانة بالسيف، فقامت الحروب بين دولة التوحيد وبين من كانوا يعبدون الأشجار والأحجار ويعني يتنكرون منهج النبي صلى الله عليه وسلم. واستمرت الحرب سنوات، وغدت الدرعية في زمانه عاصمة للتوحيد، وتوفي يعني الأمير محمد بن سعود وخلفه بعده أبناؤه، وما يزال الأمر كما قلنا إلى اليوم. توفي كذلك الشيخ محمد بن عبد الوهاب بعد هذا على رأس القرن يعني الثالث عشر سنة 1206 هجرية، وهذا إن شاء الله تعالى يجعله داخلا في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها أمر دينها. والعلماء يقولون إن من شرط ذلك أن يكون يعني يأتي رأس القرن ويكون موجودا فيه هذا الإمام المجدد، كما كان عمر بن عبد العزيز مجدد 100 الأولى الذي توفي يعني 102، فبإجماع أهل العلم هو مجدد يعني هذه 100 الأولى، كذلك مجدد يعني هذا القرن هو الشيخ محمد، أو ذلك القرن الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وغير خاف على القاصي والداني
مدى يعني ما وصلت إليه بركة دعوة الشيخ، وأن عامة يعني الدعوات التي نفع الله عز وجل بها لا بد أن تكون استفادت من دعوته وتأثرت بها. وأنت ترى الجزيرة الحمد لله يعني الآن ليس فيها وثن يعبد، وليس فيها قبر يعني في مسجد ولا ضريح في مسجد، وترى يعني فساق الناس هناك يعرفون كيف يجردون التوحيد، وهذا من آثار يعني دعوة الشيخ. وترى الناس خارج الجزيرة وهم يتعلمون ذلك من يعني تلاميذ الشيخ ويعني آثاره. ومما تميزت به دعوته أنها لم تكن دعوة علمية فقط، وإنما كانت دعوة يعني جهادية حقت الحق في نصابه وردت الناس إلى يعني ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يزال التشغيب تسمعه هنا أو هناك، إما يعني بالنسبة الوهابية إلى أنها منهج جديد أو دين جديد، وإن كانت تنسب الوهابية لمجرد الاسم فنعم الأمر واسع، أما أن تكون دعوة غير دعوة النبي صلى الله عليه وسلم فلا والله، هي نفس دعوة النبي صلى الله عليه وسلم التي جددها الإمام أحمد في زمانه وابن تيمية في زمانه، والتي يجددها في كل زمان أهل التوحيد ولا يخلو منهم يعني زمان، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. فالواجب يعني أن نعرف لهذا الرجل فضله، وليس معصوما كغيره من الناس، لكن الذي جاء به والذي بذله من الجهد جهد مشكور، نسأل الله تعالى أن يثيبه عليه خيرا. ومن ثمرات هذا الكتاب الذي سنبدأ إن شاء الله تعالى في قراءته من الأسبوع القادم، والله تعالى هو المسؤول بمنه وكرمه أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يمضي لنا نيتنا في طاعته وهجرتنا إليه، وأن يتقبل منا وأن يستعملنا في طاعته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يقول: أي الطبعات أفضل لهذا الكتاب ومن أين أحصل عليها؟ سننظر إن شاء الله على مدار الأيام القريبة القادمة في أحسن الطبعات، ويعني يكون على باب المسجد إن شاء الله يباع إن شاء الله. يقول: لماذا يتعرض محمد بن عبد الوهاب بالذات إلى حملة تشويه في بلادنا؟ لماذا ينسبون إليه كل سوء وتشدد وتعصب، في حين أن شيوخه الذين أخذ عنه وعن كتبهم كابن تيمية وابن القيم لا ينالون مثل هذا التشويه؟ هذه شنشنة أعرفها من أخزمي، كما يعني قال الشاعر الأول، يعني دائما الإنسان الموافق لدعوة التوحيد يفرح ويهش، وهمه نصرة التوحيد على يد يعني من نصر عليه، والذي عنده لوثة شرك وعنده بعض الجهالات الاعتقادية وعنده بعض الخلل في يعني توحيده وديانته بسبب الجهل والتقليد ونحو ذلك، ترى عنده نوعا من التحفز على المخالف، ثم المخالف يقسمه قسمين، قسم لا يستطيع أن يقترب منه وإلا يعني أهانه الناس فيغض الطرف عنه، وقسم يكون أضعف فيأتي إلى هذا الأضعف ويضرب فيه. الآن لو أن رجلا قال: ابن تيمية هذا فيه كذا وكذا، لقام الجاهل قبل العالم وضربه. ابن تيمية يملأ الدنيا ابن الحق، كيف تتكلم عن شيخ الإسلام ابن تيمية؟ قال: خلاص اسكت على ابن تيمية وتكلم عن غيره ممن المنهج واحد، لكن هو شايف الناس يتكلمون عن الوهابية وأنها دين جديد، وأن هذه في الحقيقة اعتبارات سياسية في بعض المقامات، واعتبارات يعني مذهبية وحزبية في بعض المقامات الأخرى، والحقيقة أن منهج الشيخ لم يعني يحد قيد أنملة عن منهج النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الطرائف المشهورة الواقعية في هذا الباب أن رجلا من يعني أتباع منهج التوحيد الذي جدده الشيخ ابن عبد الوهاب سافر إلى بعض البلاد، أظن في بلاد الهند، ووجد يعني الخط العام هناك التحذير من الوهابية وأنها خروج عن الإسلام وأنهم يعني أفسدوا الدين ونحو ذلك، فما كان من هذا العالم العاقل الفطن الحكيم إلا أن سكت وجاء بكتاب التوحيد الذي هو عمدة مؤلفات الشيخ ابن عبد الوهاب، وجاء على جلدته وقال بسم الله وقطعها،
فما بقي له يعني الجلدة التي عليها اسم المصنف وعنوان الكتاب، وأخذ الكتاب وذهب إلى كبير هؤلاء في يعني من أهل العلم، وقال له أخبرني عن هذا الكتاب، يعني ما حكم أقرأه أو ما أقرأه وماذا ترى فيه. فقرأ الرجل الذي كان بالأمس يحذر من الوهابين، قرأ الكتاب من أوله إلى آخره وهو ما يدري أي كتاب من هذا ولمن هذا الكتاب. فجاء في اليوم الذي بعده وقال هذا الكتاب جيد وهذا هو الإسلام الصحيح ولا حرج فيه. فجاءه بالجلدة وقال له هذا كتاب الشيخ محمد بن عبد الوهاب الذي تحذر منه. فيعني رجع الرجل عن سب الشيخ وسب دعوته، كانت هذه حيلة يعني طيبة. فالمشكلة أن الإنسان دائما يؤتى من الجهل، وكثير ممن يتكلم عن يعني دعوة الشيخ لا يعرف يعني من الشيخ وما الذي جاء به وما هي أصول دعوته وكيف يعني وما القول في الأشياء التي تؤخذ عليه. والإنسان العاقل الدين لا بد أن يتثبت قبل أن يكون مقلدا لغيره في نقل كلام لا يحسنه، ولعله يكون خصما للنبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. فإن الله سبحانه وتعالى يقول يعني كما في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. يقول بعض أصحاب المنهج غير السلفي في الفكر في الوقت المعاصر أو في الفترات الماضية كأمثال فلان وفلان وفلان من أصحاب كتب السيرة وكذلك فلان وفلان، فهل يمكن أن نقتطف من هذه الكتب ما يفيدنا؟ نعم، الحكمة ضالة النور. طالب العلم يعني لا ينصح بالقراءة لأصحاب المنهج الذي فيه تخليط في البداية، لأن المبتدئ أعمى، يحتاج في البداية أن يسأل بعض من يثق في دينه وفي علمه: أبدأ بكتاب ماذا وأسير على أي؟ فإذا قويت حجته وصار له خبرة وتمييز حينئذ لا بأس إذا بلغه أن كتابا من الكتب فيه يعني جهد مشكور والعلماء يثنون عليه. لكن من ذا الذي مساء قط ومن له الحسنى فقط؟ إذا كان عنده الملكة أن يستخرج هذه الأخطاء حينئذ لا حرج أن يقرأ في كتاب كذا وكذا مما ذكره من الكتب التي معروف أن فيها بعض التخليط، لكن فيها أيضا يعني خير كثير. لكن لا يبدأ بهذا لأنه لا يقوى، فإذا قويت ملكته فإنه يعني لا بأس بهذا. يقول: متى درس التفسير؟ هذا نسأل في فضل الشيخ طارق، فإنه إن شاء الله تعالى يعني عازم على هذا، نسأل الله تعالى أن يعينه. ولكن لا شك أن المسألة ترجع إليكم في المقام الأول، فلو كل واحد فينا ذهب للشيخ طارق وقال نريد درس التفسير فلابد أنه يعني سيتعجل هذا. لكن وبعض الناس يقول: طيب درس السيرة يوم الثلاث ودرس التفسير يوم الأربع إن شاء الله والخميس يا أخوانا الحصل، يا أخوانا الحصل، هو ده الأصل، هذا هو الأصل، أن الإنسان يعني يجاهد في سبيل طلب العلم. وإيه المانع أن يكون عندك درس كل يوم ودرسين؟ ما أنت بتاكل كل يوم كم مرة؟ إيه رأيك لو بطلت أكل كل يوم تاكل وتفطر وتتغدى وساعات كمان بين الفطار والغدا وبين الغدا، وانت لا تتعجب من كونك تاكل وتروح الشغل كل يوم، كل يوم بروح الشغل وكل يوم بتقف وتضحك وكل يوم تطلب علم وكل يوم بتقطع مرحله الى الله سبحانه وتعالى. والعاجز الذي يقول انا لا استطيع وكفايه علي درس في الاسبوع ولا درسين وحتى استطيع ان انا اواصل، والموفق الذي يعني يحرص على الاستزاده من الخير ما دام يعني في فرصه، اذا هبت رياحك فاغتنمها. كان النووي رحمه الله عنده في اليوم 12 درس في اليوم، مش درس يوم السبت ودرس يوم الثلاث والحد والاثنين اجازه ودرس يوم الاربع والخميس، لا هكذا فلتكن الهمم. يقول: نظرت إلى الله أن أقوم يوم عرفة 12,000 أن أقول يوم عرفة 12,000 مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فلم يدركني الوقت إلا في قول 5,000، على العلم أني لم أدرك أنني أحتاج إلى يعني وقت أطول، فماذا أفعل؟ لا شك أنك أخطأت، وإذا أردت أن يعني تذكر الله تعالى فاذكر، لكن ما لماذا تقول لله علي أن أفعل وأنت ما تدري إن كنت ستفعل؟ الله عز وجل لم يكلفك بهذا، لكن أنت أوجبت على نفسك، وحينئذ الذي ينذر فقد أوجب على نفسه ما لم يكن واجبا.
فإذا يعني فاتك وعجزت عن هذا ولم تكتفي إلا بخمسة آلاف فأنا أنصحك أن تواظب على هذه الخمسة آلاف، وأما نذرك فيعني عليك كفارة يمين تطعم عشرة مساكين إذا أمكنك إن كنت غنيا مستطيعا، وإلا صوم ثلاثة أيام إذا عجزت عن الإطعام. يقول مصر على ذنب وإذا التخلص منه ولا أقدر، أسأل الله أن يتوب علينا وعلي. والذي كان عنده ذنب ويريد التخلص منه ولا يقدر، فأنا أدله على أن ينزل حاجته بالله سبحانه وتعالى، وانزل في سجودك واسجد واقترب ولا تقم إلا بعد أن تشعر أنك إن شاء الله يعني ستترك هذا الذنب. الله تعالى يعينك ويدلك ويهدينا وإياك، لكن يحتاج إلى مجاهدة وإلى يعني صبر الرجل، ولا يحتاج إلى خلق يعني بعض ما لا يليق التخلق به، يعني كن رجلا وإذا عزمت فأمضي نيتك والله تعالى يعينك. بيع الاسطوانات العلمية بالمسجد والكتب يعتبر البيع والشراء الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذه الاسطوانات ليست بيعا، هي خدمة المسجد يقدمها ولا يربح فيها أحد، الذي يعطيك هو يشتري اسطوانات، وكل من يعطى لك بأكثر من السعر باعتبار تدخل في نفس الصندوق، أظن أكثر شيء يسير لأجل الاسطوانات التي تتلف والتي ولأجل أن في يعني جهاز بيطبع الاسطوانة وأشياء من هذه. هل يجوز تقبيل يد الكبار من الأقارب أو غير الأقارب احتراما لهم؟ أما الوالد والوالدة فهذا الذي ينبغي أن يكون، تقبل يد أبيك وجدك. وأما العالم فإذا وجدت عالما يعني كبيرا في السن والقدر وهذا يعني يصعب أن تجده، لكن إذا وجدت أحد هؤلاء فالأمر فيه سعة. وأما أن تقبل كل كبير أو يد كل كبير فهذا وإنما يكفي أن تحترم وأن تسلم وأن تصافح وأن تتأدب. إذا قال النصراني السلام عليكم هل يجوز أن أرد عليه السلام عليكم السلام؟ نعم يجوز، لأن الله تعالى قال وإذا أحيتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، لكن هذا لا تقول له أحسن منها ورحمة الله هذا ليس له رحمة. فإذا قال السلام عليكم قلت وعليكم، ولو قلت عليكم السلام فالأمر واسع إن شاء الله. وأما حديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني إذا قالوا السلام عليكم فقولوا وعليكم، فلأن اليهود في زمانه كانوا يعني يقولون السلام عليكم، والسلام هو الموت، فإذا عرفت النصراني يقول لك السلام عليكم يعني السلام عليكم قل له عليكم وتسكت، لكن إذا قال السلام عليكم فقل له عليكم السلام، والسلام يعني معنى عام لا حرج فيه إن شاء الله. متى وكيف يبدأ الإنسان أن يدعو إلى الله؟ يعني يأتيك هذا إن شاء الله من خلال صبرك على التعلم واحتكاكك بمن هو أسبق منك، وكل شيء يأتي في وقته. وهناك أشياء يعني لا تتأخر، كأن تأمر معروف تنهى عن منكر في حدود يعني استطاعتك، وهناك أشياء أوسع من هذا تحتاج إلى تعلم وإلى يعني صبر. والدعوة إلى الله شيء والفتوى شيء، بعض الناس يتصور الدعوة أنه يفتي، ولهذا كثر المفتون في زماننا، وهذا في الحقيقة يعني مفسدة كبيرة. يجوز التسمية في دورة المياه عند الوضوء؟ لا، في الحمامات إذا أردت أن تتوضأ تسمي بقلبك أو تسمي خارج دورة المياه وأنت يعني داخل. تزوجت من بلد ذات طابع ريفي وأواجه مشكلة عدم توافق زوجاتي معي في مواعيد النوم والاستيقاظ مما يؤدي إلى شعوري بالضيق. والله كان هذا ينبغي أن تطبقه قبل أن تتزوج، مهم جدا مسألة يعني التوافق البيئي تكون، لأن هذه الطباع مما يعني تؤثر. لكن على كل حال التقوا على منهج سواء، انظر يعني من الأوفق أنت أو زوجتك، يعني قد يكون الظاهر من الكلام أن هي ريفية بتنام من العشاء وأنت يعني رجل بندري بتنام الساعة واحدة، يبقى لا أنت أحسن ما تنامش الساعة واحدة، ولماذا تسهر؟ حاول أنت تغير. فإذا قلت لا أستطيع قلنا نعطيك 1000 جنيه في اليوم، ما رأيك؟ تقول أنام من المغرب، خلاص اشتري علاقتك بأهلك بهذا.
لو صلى خلف رجل أثناء صلاتي لنافلة المغرب أو العشاء، هل أجهر بالقراءة أم أسره؟ أجهر بها ويكفي هذا القدر. ما يكفي ولا يكفي ولا ما يكفي؟ تقول هل إذا ركبت التاكسي وأنا امرأة ثم نزل من كانوا فيه ففرغ التاكسي من الناس إلا أنا والسائق، فهل علي أن أنزل حتى قبل مكاني حتى لا تكون خلوة أم أنه لا حرج؟ إذا لم يكن ريبة فالظاهر من الأمر في سعة، لأن داخل البلاد هنا يعني ليس بخلاف ما لو كان يعني بلاد صحراوية ويمشي بك في أماكن يعني تؤدي إلى الريبة، لكن إذا أنت ماشية في الشوارع الممتلئة بالناس وأصل المسألة ليس فيها ريبة من خلال السائق ومن خلال المرأة وحصل شيء من هذا، كان في ناس ثم نزلوا، فالأمر واسع إن شاء الله. لكن المرأة بقدر الإمكان يعني ما لم يكن هناك ضغط عليها، لو أنها تخففت من هذا لكان أولى أن يوصلها بعض زويها أو نحو ذلك، لكن إذا احتاجت داخل البلدة أن يعني تركب يعني سيارة أو نحو ذلك بلا ريبة منها ولا من السائق ولا من الطريق فالأمر في سعة إن شاء الله. حكم الصلاة إذا كانت القبلة منحرفة عن القبلة الصحيحة، نلتزم القبلة الصحيحة، لكن بعد أن نتبين ونبين لأهل المسجد ونبتعد عن موارد الفتن حتى لا يصلي أحد إلى القبلة ويقول هذه الصحيحة ويصلي واحد ثاني ويقول بل هذه الصحيحة ويحدث خلاف، فننظر إلى كبير المسجد وإمامه ومن له يعني حضور فيه وندله على الإشكال وهو يحله الحل. إذا حله على ما يوافقك وتدين به فعلت، وإذا أصر على ما تدين أنت أنه خلاف القبلة فأرض الله واسعة، وصلي في غير ذلك من المساجد. ونكتفي بهذا القدر والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبركاته.